التي يتم إعادة تكييفها راح عندنا في كثير من الأحيان الجرائم المتعددة قبل القضاء على حساسة للتهليل. احنا عندنا المادة 226 تكلمت عن البضائع الحساسة للتهليب وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي. بضائع حساسة للتهليب كاين قرار وزاري ضمن وجهية هذه البضائع الحساسة للتهليب، حيث أن تنقلها في سائر الإقليم الجمركي سواء كانت أجنبية صنع ولا محلية بدون وثائق تثبت شرعية الحيازة يعتبر تهليب، تهليب حكمي. غير أنه لاحظنا مثلا فيما يخص المشروبات الكحولية أنه يتم تكييفها على أساس الأمر 76-104 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، في حين أن اجتهاد المحكمة العليا ذهب إلى أن المشروبات الكحولية حتى وإن كانت محلية الصنع وكان المخالف لا يحوز أي وثائق تثبت شرعية حيازتها فإنه يعتبر تهريب ويعاقب عليه بقانون التهريب. عندنا كذلك نوع آخر من الجرائم التي يتم إعادة تكييفها فيما يخص جرائم متعلقة بالسيارات، كي تكون السيارة هي محل جريمة نسبة إلى سواء تزوير رقم التسلسل للمركبات أو الوثائق يتم إيداع شكوى من طرفنا، غير أنه لاحظنا أنه يتم إعادة تكييفها إلى القانون رقم 0114 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، بالرغم من أن هذا الأخر يعاقب عليها بالمادة 10 من الأمر 0506. هذه فيما يخص أهم الجرائم التي يتم إعادة تكييفها.